السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين وزير السبقة وين يشهر سيف الحجاج أخيرا، يعني وين كنا ننتظروا في هذا التعديل تاع المناصب، ازدواجية المناصب الاديداس، بزاف صوالح ولازم فانيك التحقيقات في الاتحادية. ونزيد نقول لك يا سيد الوزير، إلا تنجموا تخربوا في لافير تاع تهريب العملة الصعبة للبرتغال، الضربة تاع الفراشيط والكوفيرتات، شحال شراوهم؟ ضربة تاع الفراشيط والكوفيرتات، شحال شراوهم من البرتغال، من شركة برتغالية؟ إلا تبغي زعما تبغي تروح تشوف شوف، مكاش مشكل، كاين ملف، كاين لي فاكتير فماك، راهم كاينين لي فاكتير، تبغي تروح تشوف روح تشوف، هادي باش يكون على بالك برك، خاطر ماشي ماهي سهلة، خاطر هادوك تاع لي فاكتير هادوك أخطر من الأديداس. أقسم لكم بالله العلي العظيم، لا أخطر من الأديداس، أنا نقولكم والله لا صعيبة الأديداس. أنا على بالي بلي نتوما تخافوا كي نهدر كيما هكا، تخافوا كاين اللي يخرج يكذب، كاين اللي بصح الناس والله العظيم. لا لا دياري تكذبك، أنا على بالي يا ودي، أنا نعرف نعرفه مليح شكاين. لجنة التفتيش والتحقيق من وزارة الشباب والرياضة إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هل هو حلم أو كابوس؟ نعم، ما هو حلم ما هو كابوس. أصبحت التحقيقات، خاطر عليها رانا هدرنا عليها يا مات هادو اللي فاتو، قلت لكم يا ودي هاو نتوما هدرتو لو 28 أكتوبر مازال ما كان والو، أكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس، قلت لكم مازال ما كان والو. هيا الحمد لله يا ربي راهم بداو بغلق يعني البوتيكا تاع الاديداس في ليل، على ضربك خاصنا شكون هما اللي راهم لداخل لاريال بوتيك، صح البوتيكا بانت لاريال بوتيك. لجنة وين نقولوا بلي الحلم لمن يريد العدالة، يعني نقول لكم الحلم لمن يريد العدالة ومن طال انتظاره لما دار حول الاتحاد من اتهامات فساد أدبية وأخلاقية وخاصة المالية، فهل يقوم سبقة بما عجز عنه غيره ويفتح هذا الصندوق الأسود والكابوس لمن عادت يعني عاث الفساد في أروقة هذا يعني هذه الاتحادية؟ ولو اتسم هذه اللجنة بالمصداقية ورفعت التقرير الصحيح، يعني هذه دارها هو مشكور هذه اللجنة، وين دارها سيد علي خالدي، او على جابوها موراهم زيروا روحهم زيروا روحهم ليشان، جابوها موراه زيروا روحهم ليشان، ومشي نجحوا كاين بزاف صوالح. يعني وين رفعت تقارير صحيحه للوزاره لتكن على يقين ان الكثير من الرؤوس سوف تقطف، خطوات مهمه رغم تاخرها، يعني لأن ما سمعناه من فضائح على مستوى الاتحاد كان يتطلب تدخل كتيبة وليس لجنة فقط. لا أخفيكم أنني غير متفائل، لا أخفي أنني غير متفائل، وتقريبا أنتظر منها الكثير ولا أرى شيء سوف يتغير إلا إذ ثبت العكس ذلك. مع ذلك ننتظر من الوزير أن يذهب بعيد في هذا الملف، وهذه اللجنة أن تكون ذو صلاحية وغير معروفة للعصابة سيدي موسى ولا لغيرها. يعني نقولوا بلي لازم هذه اللجنة ما تسمعش بها حتى ديك الكوبرا حليمة هذيك ما تسمعش بها. كان على الوزارة الشباب والرياضة تعمل تحقيق الأول ومراجعة جميع التقارير المالية منذ 2017 وخاصة في فترة يعني كورونا والتي شهدت توقف جميع الأنشطة الرياضية، لكن الاتحادية صرف ما يفوق 200 مليار في سنة واحدة، وزيد على ذلك مراجعة جميع
الفواتير والتعاقدات وخاصة خروجات يعني والعقود العتاد والألبسة وكل مستلزمات، ولكي لا ننسى كذلك يعني المدارس الكروية والمبلغ الضخم والتي خصصت لها والمكافآت. أعد أن لن أتوقف حتى يعني يكون زعما نتكلم واش كاين يومي نهضر لكم. لهذا كان من الأفضل أن تقوم وزارة يعني سبقاق بالتنسيق مع الجهات، يعني وين نقولوا باللي قلت لك من الأفضل وين الوزارة وين دار التنسيق مع جهات أمنية عليا ومباشرة التحقيق في سرية تامة كتحقيق ومسح ميداني، وعند انتهاء منذ بعث يعني لجنة التفتيش والتحقيق ثم المقارنة بين التقارير لكي لا يكون هناك تلاعب. خاطش عليه باش يكون على بالكم، يعني رغم ان وين نقول لكم علاش الناس يخدموا خايفه، نقول لكم علاش هم يخدموا خايفين. لجنه اللي دارتها الاتحاديه، لجنه اللي دارتها الاتحاديه، وكاين لجنه امنيه شرطه اقتصاديه، هذو داروا البيلو من وذاك داروا البيلو من، ما كاش تلاعب ويشوفوا ما بين البيلو والبيلو. فحجم المخلفات وتجاوزات هائلة ومريعة، خاصة كما تعلمون أن الاتحادية يقف على بحر من المال تركه، يعني كان يقف على بحر من المال تركه السيد الحاج محمد روروة وصرفه لا حقيقة يعني، وخاصة الفتى الذهبي. سوف نرى المصداقية هذه اللجنة، وبها نرى مصداقية الوزارة والوزير، وإن شاء الله لا تطول عملية لأن كل الأمور ظاهرة وواضحة، التقارير المالية موجودة، يعني نقولوا بلي موجودة، الفواتير موجودة والأشخاص موجودين، ماذا ينقص يا ترى؟ الحساب والعقاب في الأخير، نثمن خطوات ونقول للوزير الرياضة أن كل الأمور في صالحك، خاصة أن الفتى الذهبي بعيد عن صفته الرسمية لكي يهدد بالفيفا كما فعل أتباعه وهددوا الجزائر، تبقى ورقة مقدس، وإن تدخل هذه المرة تكلم واخرج وافضح كل شيء، فلا شيء يوقفهم عند حدهم سوى الفضيحة. وإذ ضربت معالي الوزير فأوجع وأنت أدرى مني، في الأخير نتمنى من معاليك أن تكون لك الشجاعة الكافية وتذهب بعيد في هذا الملف وتكون حق ممثل للدولة، وربي يجيب الخير لبلادنا يعني وطننا العزيز. هذه اللي نتمناوها ان شاء الله بربي، ما انا طالبين والو، ما انا طالبين والو، هذه هي، هذه اللي نحوسوا عليها برك. وانتوما واش راكم تشوفوا؟ يعني لازم بتعرفوا مليح، بتعرفوا مليح شنقول لكم. حنا على بالنا بلي ناس يعني كرهت وملت بزاف صوالح، لا اله الا الله محمد رسول، الناس ما بغاش تحشم. كنا نقول لكم يا ودي الناس هذو ما بيقول لك تتبغي الجزائر، قول له واي لك هاك العلامه ديه، هو يرد الشكاره ويروح. انا نقولها لكم، يقول لك تبغي الجزائر، تقول له واو تاع بلادي، يقول لك هاك العلام، هو يلبد الشكاره. خاطش الناس داروا في رسالهم بلي يا ودي هذا الشعب رانا دايرينه في جيوباتنا، صحيح ما كانش لي يهضر معانا، وحنايا هما الشعب، حنا الشعب وهما الشعب وحنا الشعب. لا ماشي الناس كاع كيف كيف، كاين اللي ما يبغيش الظلم لبلاده، كاين اللي ما يبغيش توشي حاجه من بلاده. يا خويا راك خدام، دي واش كتب لك ربي، ما تخونش، هذه يسموها سرقه. ثم في كورونا كلش بالله صرفتوا 200 مليار، هاو انا نقول لكم كي يشوفوا الوثيقه تاع اللي راحت البرتغال 200 مليار على بالي تخافوا، ما عجبتش كلش كلكم، هذه خلي كاين مواليها اللي غادي يجبدوا لكم مصاريكم كاين، انا نقول لكم.
بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، ملي سي ابوني معنا، وان شاء الله ديما معكم بالجديد، وربي يحفظكم خاوتي. صحيتكم.